حاجة هكية شتوية اليوم نهاية شتوي دونك اخترنا دبارة ما نعرفش اسكو طيب في برشا ديار ولا لا نحكيو على المدفونة المدفونة الماكلة الزمنية فما برشا نساء ما يعرفوش كيفاش يعملوها هذاك علاش مش هي في رمضان وحتى في سائر الأيام دونك للناس اللي ما تعرفش تعمل المدفونة ولا ما تعرفش شنو المكونات نتاعها تقعد معنا في الاستماع مدام ففاني بعد باش عطينا الغسات ومع المدفونة اخترنا باش نعملو حلالم بالدبابش المنيو هذا يعجب سي بشير وناوي يقضي لنا من مرشي باب جديد ولا لا باش نعرفو تو سويت. بشير نهار زين مدام ريم شنو احوالك؟ مرحبا بك نحن في المباشر موجودين الحقيقه في مرشي باب جديد لكن فما غنيه اللي ماذا بيا ايمن يحضر هذي تعرفها صدمه كبيره مدام ريم. استنى ساعه انت عجبك المنيو اللي قلت ولا ساعه؟ ما جاوبتنيش. اكيد بيان سور انا وليد تسمعني وليد نتشهم من خلال بارت امي كل يوم نمشي لامي نتشهمها. ما احنا اليوم دبارتنا مدفونه والحلالم بالدبابش دونك هذه الدباره نتاعنا هذاك علاش مشينا باش نقضيوها. ما انت تصدمت مازلنا كي بدينا معناتها علاش تصدمت؟ لا بالحق يا ربي العمل عليك مازلنا فهمني ولا الحقيقه فما اسوام ما نعرفش ربما تفرج عليهم في التلفزه الاسوام هذيا حتى كي باش تخيلهم بدل ما يكونوش قراب للواقع فهمني. شنو الاسوام بشير؟ لا خاصة في الاسوام نتاع الحوت الحقيقة مدام ريم في مرشي باب جديد اسوام خيالية ولا في الاحلام الحقيقة انا مقدرة شرعية وانا مواطن وانا غيره الحقيقة وضعية نتاع الاسوام هذه نتاع الحوت الحقيقة تتنظم الدوخ مدام ريم طلع بريك الدوخ الحقيقة. اسوام فوق 100 دينار ساعات بشيرة. لا الحقيقة انا في مدام ريم فما اسوام انا الحقيقة عمري ما ريتها في حياتي الحقيقة. قداش هي قلنا ميساج خلينا نبدا بالحوت. معناها الكروفيل نبداو بالحوت تاعبي. اه. الوراطة اللي ديما تسني تقول لي راهو فما المربية. اه. وفما الأخرى معناها اللي ما هي مربية معناها طالب حرب. بالنسبة للوراق المربي 14 دينار و600 هاو كي عاقلة متربية جوها باهي مدام ريم المش متربي الوراق الأخرى اللي هي 35 و500 35 دينار اي نتاع البحر قاروص البحر 35 دينار و500 الكلب البحر مدام ريم 28 دينار و600 28 و600 تريليا نتاع الحجر هم يسميوها تريليا نتاع الحجر هذه مختلفة يقول لك اي تريليا حجر تبدا خشينة شوية اي خشينة شوية هذه هي الملاحظة 32 دينار و600 اي باهي القرنيط القرنيط 28 دينار و600 داكوغ باهي باهي المنين مخصوص 54 دينار و500 تعرف بشير كانك تعطي فيا في اسوام تاع دويات نتاع ما نعرفش ما تنجمش انا قلت الحقيقه راني انا وين نقيد فيهم الحقيقه نقول بالك راني غلط بالك وصلت الكروفيت قداش؟ الكروفيت رويال مدام ريم هي معناها في المرتبه الاولى بدون منازع الحقيقه فما شكون ينجم ينافسها لان هي ب 68 دينار 68 تسمى رخصت خاطر كانت ب 100 وحاجه راه ولا مات لي فيها معناها تراجع كبير تسمى فيها مسكين عامله مزيه علينا في ربع ما تعملش علينا مزيه احنا ما حشناش بها لكن نفرجوا عليها نجم نصور معاها الحقيقه ومن بعد نروح مسافر اسوام ياسر غاليه الحقيقه للحوت الوراثه 35 دينار والتريليا ب 32 دينار برشا مسكينه الزوالي خلينا نعطيك قبل نبداو نحن من العالي برشا نهبطوا شويه اللي هو الغله اللي هي شد العصام والوسط مدام ريم ما بين الخضره وما بين الحوت. باهي الدقله 12 دينار و800 الفريز 4800 البنان 5000 المشماش 3500 البصاعة 3750 الخوخ 2500 والتفاح 7800 تفاح تونسي 7800 يا رسول الله اي بس بالنسبة للخضر البطاطا ب 11180 الطماطم ديما الملاحظة اللي لقيتها يقولوا لي راهي الحاجة الوحيدة مدام ريم اللي هي مسعرة هي الطماطم فهمني الوحيدة يعني فما مراقبة فيها 2500 فما حاجة فيها مراقبة هاي على الاقل ولد الجمل 17% القارص 12% السنارية 13% السلاطة 13% البصل الربعي
بدينار تو نمشيو نشيل الفلفل مدام ريم ولا واحد هم المرحوم الله يرحمه سيد احمد المغيربي يقول لك الكوره ثلاث انواع احنا اليوم نقول الفلفل ثلاث انواع ولينا مركزين مع الفلفل اكثر من المستقبل الواحد هم الفلفل الحلو ما هو 4000 الفلفل الحار 2500 الفلفل الشعباني 1560 دونك هذوما هم الاسوام نتاع الفلفل ثلاثه انواع هذوما بالنسبه للبروكلو 1170 1170 مادام ريم تحب البروكلو انت ولا ايه نحن فما نعملوه مقلي ساعه ساعه اي الحقيقه ما نحبوش برشا برشا انا ما نطيب وي ما دباره ماهوش خايب البروكلو ماهوش البار اي الخس 940 والبسباس ب 1300 بسبب الخس 940 كان بدينار 60 فرنك تتسمى هيله بربي اي اي معناها فما درجه كبير الحقيقه اي كبير برشا بشي معايا اسامه الحقيقه جاب لنا تصويره تو حلو برشا يلقاهم بعد شويه الهندي قال لي ها موجود الهندي شنو حكيت على الهندي ب 4990 هندي الهندي والدلاعو البطيخ يعطيه الصحة وسيما عمل الهندي والدلاعو البطيخ مهمش في وقتهم توا دونك ما نصحوش العبيد باش ياكلوهم بالضبط باهي دونك مدام ريم من الحقيقة بعد هكا عملنا بالتدرج من الأسهم الغالية برشا الحقيقة اللي هي تنجم تتفرج عليها حتى في الحلم نتاعك بالنسبة للغلة أبرك شوية في حاجات أما الخضرة هي اللي الوحيدة في جدك اللي في المتناول معناه واحد مواطن ولا يتفرج على الغلة ويحلم بالحوت ويشري الخضرة هذاك هو على شنو قادرين احنا الخضرة وما نحكوهاش الخضرة على خاطر زادة هي ساعات تطلع طلعة هي بيدها تطلع يتلموا علينا ثلاثة واحد معاش نجم يشري حد شيء لكن فما معلومة عبيطة جوز ما تتنيش الأسعار لو تسمح بشير ما تتنيش أسعار الخضر الورقية 500 ربطة هكا اي 500 من زيت هذيك ما طلعتش هبط قاعده يعني معتدله 500 للبنات جوست معلومه مدام ريم قبل من غادرك فما احد البيع في الموجودين في مرشي بيبي جديد ورانا معناها نقولوا حفره نحن موجوده صورناها قال لي راهو فما بعد يعني بعد رمضان مباشره باش يصير غلق للمرشي نتاع بيبي جديد للقيام كيما نقولوا نحن بالاصلاحات وغيره والغلق نتاع المرشي باش يكون تقريبا لمده 15 يوم يعني قلق نحن كيما نقولوا سامحني قال لي بلغه العاميه قلق نحن في رمضان ونخدموا وناكلوا في الحجر فما بالك انه المرشي باش يسكر 15 يوم وين باش نصبوا وين باش نخدموا دونك شنو البديل نتاع انه التسكير نتاع المرشي هذا دونك المشكله الحفره هاي موجوده انا تعديت بحذاها توا وكما قلت لك مدام ريم باش يسكر معناها المعلومه هذه يعني على ذمه احد البيعه الموجودين هنا قلق باش يسكر المرشي 15 يوم كان عندك شويه وقت فيزا فيزا ناخذوه في المباشر صباح الخير ما يسالش نهار زين احكي لنا على الحفره الساعه وكيفاش باش يسكر المرشي 15 يوم الحفرة هذه كانت زيجو قمة قمة قديمة وقلت لهم عليها من وقت المقاول يخدم في المقاول قال لي برا بعد ما غادي خل نخدموا أرواحنا ما يعرفش اللي أنا رئيس نقابة متاع حواتة واحد وكيما المرشي نحب نحافظ عليه نحافظ على داري نحافظ على المرشي متاعي عندي 54 سنة في المرشي هذا ما شاء الله الحكام سيد رئيس بلدية ما جاش يتحكى معايا يحكي مع الحواتة متعدي يقول لهم المرشي بتسكروا 10 أيام على خاطر حفرة صغيرة زي جوفة يقطن بيها هاني تحت فيه زوز انسى وهي حفرة قدك عدات لابسة طالات عذر تحت الأشغال هذي وقتش باش تبدأ وقتش باش تبدأ الأشغال هذي بعد العيد بعد العيد بيه نشوفوا مع بلدية معناتها احنا باش كرسينا ناكلوا الحجر كيما عملونا قبل في ولدة فيفحة اللي شد نائب رئيس بلدية قبل فهمتني واضح واضح شكرا لك على التدخل ان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل احنا نشوفوا مع بلديه سوسه ماذا بيك تعلمهم كيما قبل كيما بالسير توا راهو باه نشوفوا مع بلديه سوسه هالاشغال هي صرفنا 100 الملاين وكي يجي له يزير يحطوا صرفنا 50 مليون نشوفوا ولينا احنا يقولوا انا صرفنا 100 واضح سيدي يعطيك الصحه شكرا ليك ربي يعينك تحيه ليك وللناس الموجودين غادي الكل اما سامحني سامحني انت قلت لي نقابه الحوايط استناني استناني تبع على طريق الاتحاد استناني استناني باش نسالك على الاسوام نتاع الحوت هذيا 35 68 54
علاش هالارتفاع في اسعار الحوت؟ الانتاج ناقص شويه. البحر في 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 اسواق اخرى. اي اما في اسواق اخرى الاسواق اقل شويه من هذه. اي تو اليوم ابرك شويه على العاده. راهو التريله كانت هذه المويه ثاني شراها ب 30 حتى ب 26. اي والله شراها ب 30 يعني والله وصايم نحله شراها ب 30 حتى ب 26. دونك انتم ما فماش برشا انتاج. هذاك علاش الاسواق غاليه شويه بالنسبه للحوت؟ هذاك علاش الانتاج قليل. طريف البلاك تدخل فلوكة اثنين تو ما فماش بلانسيه تعبين فما بلانسيه اللي امبان. فهمتني؟ واضح. فهمتي يلزمهم تهجيزات جديدة وتصليح واحد ومصاريف. به وانت باش تنصحنا نشريو اليوم؟ انا هو الحوت الفريشك الجديد واللي نجم يكون في المتناول اليوم. بصفة عامة الحوت فما نتاع ليبيا كاكو برا وفما نتاع نحنا فريشك برشا برشا. اي وانتوما كي نجيو نشريو تنصحونا انهم تاع ليبيا وانهم تاع تونس؟ نعم تنصحونا كي نجيو نشريو انهم تاع ليبيا انهم تاع تونس؟ سمعني. تسمع فيا ولا ظهري انقطع الخط. انت شنو تشتي؟ فما الحتريله حمراء مزيانه، فما القرنيط المسكي ب 20000 باي، فما اللانغوستين، فما كريال 78 نتاع 150 قبل. لا لا ما نخلطوش عليه نتاع 78. راحت مناسبه شويه على هذا. ان شاء الله ربي يكون ربي يوفقكم وربي يعينكم. شكرا لك. ديما انتم بخير. شكرا لك. ان شاء الله رمضانكم مبروك وعيدكم مبروك. يعيشك كل عام وانت حي بخير. وان شاء الله كل عام وانتم حي بخير. 32 المره هذه ب 18000 بعد ما تسلم تقولوا لي. اي به مالا نشريو النزل. شكرا لك يعطيك الصحه. ميرسي بوكو بشير بن ذياب على البوان هذايا. دونك الاسهم غاليه شويه يقول نظرا لتراجع الانتاج هذايا حسب مرشي باب جديد. منين قضيتوا الحوت اذا كان عندكم اسهم والا اسعار موجودين عندكم في التصور ابعثوهم لنا على صفحه رسميه لنجمه فامه.